أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله أطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء فإنهم يألمون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما وكان الله إليك الكتاب بالحق لتحكم
يحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يستخفون من يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من وكان الله بما يعملون محيطا الدنيا
فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا أم من يكون عليهم وكيلا ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ومن يكسب خطيئة أو إثما بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك
وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. صدق الله. كل الأمور إلى القضاء وكن عن همومك معرضا، تنال من الله جنة الرضا، عشنا سويا مع الذي هو شفاء للصدور،
مبتلاه على مسامع حضراتكم خريج مدرسة القرآن الكريم وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عنتر الهنداوي القارئ والمقيم بمحافظة البحيرة مركز ومدينة دمنهور بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والفراشة الحديثة المتنقلة في كل مكان التي ركبت تحت إدارة وإشراف أولاد المغربي المقيمين بهذه البلدة العامرة باسم عائلات صقر. نشكر كل من تقدم إلى هذا العزاء وتحمل مشقة السفر والشكر للجميع وإنا لله وإنا إليه راجعون.